سلام البنات، اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ عواشركم مبروكه بالصحه وبالسلامه، وباش ما كتمنوا ان شاء الله. اليوم غادي بغيت نقتسم معكم واحد هذا الاجواء ديال ليله 27 ان شاء الله، اللي في البيت ديالي مع العائله الصغيره ديالي. كنتمنى ان شاء الله تعجبكم وتنال الرضا ديالكم. صراحه ماشي شي اجواء اللي درتها زعما فيها بزاف الحاجات، غير واحد المقتطفات اللي بسيطه، واحد اللقطات بحال ما هكذا اللي بسيطه. غير كنعلمو دائما الوليدات ديالنا، كنبغيو نعلموهم التقاليد والعادات ديالنا ديال البلاد ديالنا. وهذا واليوم هذا الفيديو غادي يكون فيديو مشترك مع الصديقات ديالي، صديق هذا الاتحاد الصدقه لليوتيوبرز عالم غزلان، البيت السعيد مع ام رغد، بيتي مع ابتسام. حتى هما ان شاء الله غادي يعملوا الاجواء ديالهم، وكنتمنى تزوروا القنوات ديالهم ونتعرفوا شنو الاجواء اللي غادي يعملوا لينا حتى هما. وكنتمنى ان شاء الله ان شاء الله تشجعوني. غادي نعمل لكم واحد الاجواء اللي خفيفه بحال ما هكذا، ملي كيسمع عندنا شي حد في البيت ديالنا، يعني بنيته كتكون بحال ما هكذا، بنيته صغيره اول مره غادي تصوم، وليد بحال ما هكذا صغير، يعني كنشجعوه وكنحبوه في داك النهار في الصيام. الصراحه اللي دائما ان شاء الله ملي كيبدا يصوم، يعني داك النهار اول مره ملي كيصوم، اول مره كان دائما كنعملوا ليه شي شهيوه اللي كيكون هو كيبغيها، اي حاجه كيبغيها كنعملوها ليه، باش دائما كيكون محبب عنده داك الصيام، ودائما دائما كيبغي ان شاء الله يصوم. وعاد الاجواء كيف كدوز في ليله 27، كان الاطباق اللي كنزلوا فيها كيكون الكسكس المغربي، كيمشي الانسان بحال ما هكذا للجامع. ضروري ضروري نعلموا الوليدات ديالنا هاد الاجواء هذه، اكثريه اللي هنايا عايشين في اوروبا. وكنتمنى ان شاء الله البنات تشجعوني ويعجبكم هاد الفيديو، ونكون خفيفه ظريفه على القلب ديالكم. وخليوا لي البنات عدد كبير من اللايكات، ما تنسونيش البنات، الله يجازيكم الف خير من اللايكات. اللايكات البنات هي اللي كتخليني هي اللي دائما كتشجعني وكتطلع الفيديوهات ديالي دائما كيكونوا فاتا هما في بحال ما هكذا كيتشافوا، وكت بحال ما هكذا كتزادوا نسبه مشاهده عاليه، وكيكونوا بحال ما هكذا زوار جداد. كنتمنى البنات ما تبخلوش عليا باللايكات ديالكم، وما تبخلوش عليا دائما بالتعاليق ديالكم وبالاراء ديالكم. وكنتمنى البنات ليكم الصحه والسلامه والعافيه، وعواشركم مبروكه، والله يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال. وبسلام عليكم. عفوا عفوا البنات، خليتكم في ان شاء الله مع الفيديو ان شاء الله ديالي، وكنتمنى ان شاء الله يعجبكم وينال الرضا ديالكم. وبسلام عليكم. هذه هي المائده ديال الافطار، هاد الاقتراحات ديال الاميره اللي طلباتهم مني. كما كتشوفوا نزلت ليها هنايا، بغات البيتزا اللي عزيزه عليها، درت ليها دجاج بلا شابلور حتى هي طلباتهم مني، عملت ليها السيجار اللي بالدجاج وبالكروفيت، ودرت واحد الطاجين ديال الكفته مع صلصه الطماطم خفيف. هذا هاد الشوربه ديال البلبوله اللي كتجي بالزعتر، كتجي خفيفه ونفس الوقت صحيه. والعصير ديال الاناناس، الشلاضه، الخبز، البيض، عارفين شنو كننزلو، الشاي المغربي حتى هو اللي ما كيخطاش المائده المغربيه ديالنا. وصافي درت فطور خفيف ظريف بزاف، حيت من بعد ان شاء الله حتى غادي غسلت المواعين وارتاحينا شويه، عاد عاوتاني نزلت بحال ما هكذا الكسكس المغربي كما كتشوفوا. صافي، وان شاء الله ملي تعشينا صافي مباشره، صافي لبسنا حوايجنا ومشينا باش غادي نمشيو ان شاء الله للجامع. صافي هنايا من بعد ما لحقنا هنا للجامع، كاينه واحد السيده اللي كتنقش البنيات الصغار، صراحه كتفرحهم بزاف. وهذا كما كتشوفوا دابا هنايا اميره كتنقش،
يعني كتكون واحد الاجواء، واخا ماشي بحال المغرب كي الصراحه كي كيلبسوهم كيدير لهم ديك العماريه، كتكون واحد الاجواء اللي رائعه. ولكن الحمد لله هنايا الصراحه كيدير لهم هاد الاجواء البنيتات كيفرحوهم كيحبوهم الصراحه. داك النهار الاول اللي كيصوموا فيه في رمضان صافي، هنايا غدير ليديتات ديالها بجوج، واخا ما خلاتهاش ما عندهاش الخاطر ليها بزاف ما خلاتهاش. وصافي كيدوزوا الاجواء بحال ما هكذا ان شاء الله. صافي كنصليو العشاء ديالنا التراويح ديالنا مباشره. صافي جيت للمنزل حيت الزوج ديالي خدام في الصباح، ما بقيتش حتى الفجر صراحه ما كرهتش. كتكون واحد الاجواء اللي رائعه، وكتبقاي صراحه كتسمعي الحديث وهذا. ولكن للاسف الزوج ديالي خدام، رجعنا مورا صلاه التراويح. وهنايا مباشرة ملي رجعنا من الجامع كما كتشوفوا غادي نطلق واحد شوية ديال هذا البخور، هذا العود عفوا. انا من قبل ما نخر الصراحة درت واحد شوية واحد القليل، وملي رجعت دابا غادي نبخر غادي الدار كاملة باش كتبقى فيها ديك الريحة اللي طيبة. هذا العود هذا زوين حر البنات، وكيبقى الصراحه في طالق واحد الريحه اللي رائعه كتبقى في الدار. وراكم عارفين كندور على الدار كامله باش كتبقى فيها هذيك الريحه، وكتعطينا حتى ديك سبحان الله ديك هذيك الاجواء ديال ليله 27. وصافي كنحطوه في واحد المكان باش كيبقى بحال ما كدا كي صافي حتى كيطفى. صافي من بعد ان شاء الله صلينا درنا عاوتاني شي هكذا ديال بحال ما كدا الصلاه ديال القيام، الله يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال. ومن بعد عملنا واحد الشاي المغربي، راكم عارفين دائما في هكذا في المغرب باش التقاليد ديالنا اللي كبرنا عليها العائله ديالنا كان دائما كنعملوا في واحد الشاي المغربي باش كنختموا به هاد الليله. هنايا حطيت شويه ديال اللوز الكركاع التمر شويه ديال الحلوى، صراحه الكسكسو ما قديناش نفطرو بيه. سلام، كي دايرين؟ كلشي لاباس؟ اواشركم مبروكه، يا ربي يخليكم وبسلامه. نخليكم الفيديو وصافي. هنايا اميره واخا ما كثرتش بزاف ديال الهضره، واخا هنا باقا تتهضر، ولكن راه هنا كانت عيانه بزاف باغيه تنعس فيها النعاس صراحه. موالفه كتنعس بكري حيت مع المدرسه كتفيق بكري، داكشي باش بزز قالت لكم داك الكلمات وصافي. وصار وهذه هي الحنينه، واخا زولاتها كانت حرقات شويه. وهادو هما الاجواء اللي كان صافي خفيف ظريف كما قلتو، كنعلم دائما غير الوليدات ديالنا التقاليد ديالنا. كنتمنى ان شاء الله هاد الفيديو يعجبكم وهاد الاجواء تعجبكم اللي خفيفه ما ظريفه، غير كان دائما كنعلموا الاولاد ديالنا التقاليد والعادات ديالنا اللي كبرنا فيها في البلاد ديالنا، وعلموها لينا الوالدين ديالنا، والصراحه حلينا العينين ديالنا فيها. يعني دائما اكثريه الوليدات اللي كاينين هنا في اوروبا دائما نعلموهم التقاليد ديالنا ليلة 27 اللي كتكون واحد الليله مميزه بزاف بزاف، وهذا هو الليله اللي كتكون كبيره عند الله. الله يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال، ويغفر لنا ويسمح لنا يا ربي، ويتقبل صيامنا وصلاتنا ودعاءنا يا ربي، وهكا يحفظ لنا العائله ديالنا ويحفظ لنا الوالدين ديالنا، وهذا هو يهدي لنا وليداتنا يا ربي دائما لطريق الصواب، ودائما لهذا ان شاء الله يكونوا وليدات لصالحين. وكنتمنى ان شاء الله خليوا لي البنات عدد كبير من اللايكات، ودائما فعلوا جرس اسفل الفيديو باش يوصلكم الجديد ديال الوصفات ديالي. وكنتمنى البنات، راه بزاف اللي كيقول لك ما كيوصلوناش، غير فعلوا الجرس البنات دائما حتى كيولي واحد الخطيطات من الجناب، ودائما غادي تواصلوا بالجديد ديالي. وبسلامه عليكم، عواشركم مبروكه، خليتكم في امان الله، الى فيديو قادم ان شاء الله.